دعاء اليوم 13 من رمضان. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. الحمد لله الذي هداني لهذا، وما كنت لأهتدي لولا أن هداني الله. اللهم إني أسألك بأني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت، الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، أن ترحمني وتعافيني وتعفو عني. لا إله إلا أنت، سبحانك إني كنت من الظالمين. اللهم إني أسألك بأن لك الحمد، لا إله إلا أنت، المنان بديع السماوات والأرض، يا حي يا قيوم، يا ذا الجلال والإكرام، يا أرحم الراحمين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة، إنك أنت الوهاب. اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبيك محمد نبي الرحمة أن تستجيب لي دعائي. اللهم لا تدع لي ذنبا إلا غفرته. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي وقني شر ما أتخوف. اللهم ارزقني رزقا حسنا وقلبا خاشعة ولسانا ذاكرة وجسدا على البلاء صابرة. اللهم إني أسألك العفو والعافية. اللهم اقسم لي من خشيتك ما تحول به بيني وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغني به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علي مصائب الدنيا. اللهم متعني بسمعي وبصري وقوتي ما أحييتني، واجعله الوارث مني، واجعل ثأري على من ظلمني، وانصرني على من عاداني. اللهم لا تجعل مصيبتي في ديني، ولا تجعل الدنيا أكبر همي ولا مبلغ علمي. اللهم لا تسلط علي من لا يرحمني. اللهم إني أسألك حبك وحب من يحبك والعمل الذي يبلغنا حبك. اللهم اجعل حبك أحب إلي من نفسي وأهلي من الماء البارد. اللهم اكفني بحلالك عن حرامك، واغنني بفضلك عمن سواك. اللهم ارزقني مالا حلالا، وأبعدني عن المال الحرام كما باعدت بين المشرق والمغرب. اللهم إني أسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم قني عذابك يوم تبعث عبادك. اللهم إني أعوذ بك من حال أهل النار. حسبي الله ونعم الوكيل، وعلى الله توكلت. اللهم أدخلني الجنة مع الأبرار، يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. اللهم انشر علي رحمتك. اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا كبيرا، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني، إنك أنت الغفور الرحيم. اللهم انقلني من ذل المعصية إلى عز الطاعة. اللهم اجعلني هاديا مهتديا غير ضال ولا مضل. اللهم إني أسألك الهدى والسداد. اللهم ارزقني عينين هطالتين تبكيان الدمع من خشيتك من قبل أن يصير الدمع دما والأضراس جمرة. اللهم اغفر لي ذنوبي وإسرافي في أمري، وكفر عني سيئاتي، وتوفني مع الأبرار. اللهم نقيني من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم اغسل خطاياي بالماء والثلج والبرد. اللهم لا تغسلها بالنار. اللهم آتي نفسي تقواها وزكها، أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم أرني الحق حقا وارزقني اتباعه، وأرني الباطل باطلا وارزقني اجتنابه. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي ومن سيئات أعمالي. اللهم قني شر نفسي، واعزم لي على أرشد أمري. اللهم اغفر لي ما أسررت وما أعلنت، وما أنت أعلم به مني. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته، كما صليت على إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم أصلح أحوالي
اللهم ارزقني حسن الختام وحسن الحال والوفاء على كامل الإيمان. اللهم علمني ما جهلت وذكرني ما نسيت وزدني علما. اللهم علمني ما ينفعني وانفعني بما علمتني وزدني علما وألحقني بالصالحين. اللهم إني أستودعك ما علمتني فإنه وديعة لي عندك، فرده إلي عند احتياجي إليه ولا تنسنيه. اللهم إني أسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا.